يعني احنا عندنا ماتش مهم، ماتش صعود، يعني كان في نتيجة مش إيجابية هناك من يومين، لكن عندنا ماتش بكرة إن شاء الله نقدر نعوض فيه بإذن الله. اللعيبة كلها مركزة، اللعيبة كلها هدفها واحد إن احنا نصعد، فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا بكرة ويبقى الحظ معانا ونكسب بإذن الله. يعني الماتشات اللي هي بتبقى صعود دي ما تبقاش محتاجه كلام كتير، هي بتبقى محتاجه بس يبقى في اصرار على المكسب، وده يعني مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ولا جديد على النادي. فيعني ماتشات مش محتاجه كلام، ماتشات محتاجه بس ان احنا نبقى مركزين في 90 دقيقه ويبقى ونعمل اللي علينا في الماتش، وان شاء الله الواحد واثق في ربنا وفي اللعيبه ان احنا ان شاء الله بكره باذن الله هنحقق نتيجه ايجابيه ونصعد باذن الله. يعني الجمهور، احنا بكره ان شاء الله احنا عرفنا ان ان شاء الله بكره يبقى الاستاد بالساعه الكامله باذن الله، فاحنا نبقى مستنيين بكره دعم الجمهور او 50,000 مستنيين دعم الجمهور بكره، يعني ده بيبقى حافز لينا وبيدينا قوه، فيعني مستنينهم بكره ويدعمونا واحنا متعودين منهم على كده.